يعني كل الارقام والحسابات اللي تفوق فيها النادي الاهلي، سواء من حيث القيمه الاجماليه لقيمه القيمه التسويقيه للفريق ككل، او على مستوى المقارنه بين اغلى الصفقات، او حتى على مستوى المقارنه بين الخطوط دي كلها في وادي، والحسابات في ال 90 دقيقه على ملعب مباراه قصه ثانيه خالص. بس بالتاكيد فكره انك انت لما تيجي تبص مثلا للترتيب العالمي للنادي، لقيمه تسويقيه للاعبين من ناحيه الجزء النفسي او ناحيه الاحساس بالقيمه وبالذات، اعتقد بتفرق شويه مع اللعيبه. لكن في حسابات المباراه الفنيه والخططيه دي طبعا قصه تانية خالص. والاهم طبعا هو حاله التوفيق، لانك ممكن تبقى جاهز وممكن تبقى الافضل وممكن يبقى كل شيء معاك او في مصلحتك، لكن دايما الكوره عودتنا انها تكون مفاجآت. ونتمنى ان شاء الله انه، واحساسي كده ان شاء الله، المباراه دي مش هيكون فيه مفاجآت، وانه الاهلي قادر على الفوز ان شاء الله يوم الجمعه. اسمحوا لنا نتكلم، وزي ما قلت لكم قبل الفاصل، انا عارف من يومين ثلاثه، مش بس من النهارده، جماهير النادي الاهلي بتتناقش وبتقترح مين التشكيل الافضل، مين الجبهات الافضل اليمين والشمال، نبدا مين راس حربه، التشكيل في نص الملعب، كل ده شاغل الناس. ونتكلم كمان ان شاء الله الشناوي باذن الله، ابعد حضراتكم ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يكون جاهز للمشاركه. وحتى لو الشناوي مش جاهز، علي لطفي الحقيقه مقدم مستوى اكتر من رائع. اسمحوا لنا نرحب بضيوفنا في السادسه، كابتن اشرف ممدوح طبعا نجم النادي الاهلي وضيف عزيز دايما بيشرفنا في السادسه. مساء الخير يا كابتن اشرف. مساء الخير احمد، سعيد بوجودي معاك، ومساء الخير طبعا على كل جماهير النادي الاهلي العريضه في كل مكان. ونسيت اقول دايما بيبقى وشه حلو قبل الماتشات المهمه والمنتظره. ان شاء الله يكون وشنا حلو ان شاء الله باذن الله على المباراه وعلى بطوله الدوري الموسم ده. وسعيد كمان بوجود ان شاء الله طبعا، والمحلل الفني شريف سالم اللي بيسعدنا دايما بتحليلاته وبارقامه وبرؤيته فيما قبل المباريات المهمه. مساء الخير يا شريف واهلا بيك. اهلا وسهلا. خليني اخد رايكم في الارقام اللي احنا لسه شايفينها كابتن اشرف. شايف انه فكره الرانكينج العالمي او التصنيف العالمي للنادي، القيمه التسويقيه للاعبيه، الحاجات دي بتفرق او يعني بتخش في حسابات مباراه مهمه في الموسم زي مباراه قمه زي بين اهلي وزمالك؟ اكيد فنيا لا، يعني داخل الملعب بالتاكيد فنيا هو اللي بيفرق، حاله اللاعبين ونتيجه المباراه، الاداء هو ده اللي بيفرق مع الجمهور ومع حتى المجالس الادارات ومع المدربين او الاجهزه الفنيه. ولكن القيمه التسويقيه بتفرق بالتاكيد في، يعني زي ما تفضلت وقلت، اعتقد انها حاجه نفسيه بس بتفرق شويه مع الجمهور او مع اللاعبين، لكن اعتقد فنيا ملهاش اي علاقه تماما بنتائج المباريات والاداء داخل الملعب. قبل ما تشرفونا على طول يا شريف، كان معايا تليفون مع كابتن بدر رجب، نجم من نجوم الاهلي في الثمانينات والتسعينيات، والحقيقه كنت بتكلم معاه، يمكن هو كان من الجيل اللي عمل المفاجاه، واحده من المفاجات المدويه، يمكن تكون اكبر مفاجاه، يعني بعد لقاء النجمه التاسعه القاضيه، ممكن الجمهور نادي الاهلي بيعتبره اهم لقاء قمه حصل في التاريخ، يمكن اللقاء ده يمكن يكون واحد من اهم اللقاءات، لانه اشبال الاهلي قدروا في الوقت ده يكسبوا على طاوله الزمالك، وكان يعني ذكرى لا تنسى بالنسبه للاهلاويه. كنت بساله على اهميه الحافز او الدافع النفسي في مباراه من النوع ده، مباراه من العيار الثقيل. تقريبا نفس اللي احنا قلناه على ماتش الاسماعيلي، كنا بنتكلم على ماتش الاسماعيلي قبل ال 4-0، كنا بنقول نفس الحاجه تقريبا. النادي الاهلي في جزء في المباريات دي ليه عامل نفس. لما اتكلمنا في مباراه الاسماعيلي قلنا النادي الاهلي هيقدر يعمل ده، ويقدر ان هو يشتغل بشكل اكبر على فكره انه النادي الاهلي قوي فنيا، بس الجزء النفسي بيفرق شويه، او العامل النفسي بيفرق، انه اللاعب ممكن ينزل يعمل 120%، وانت لو عملت 60-70% من طاقتك فنيا بس، ممكن المباراه توديك في حته مش احسن حاجه. ده حصل الموسم اللي فات في بعض الماتشات في نهايه الدوري. فاعتقد العامل النفسي كمان على المباريات الاخيره بتاعه القمه، لا النادي الاهلي متفوق نفسيا وفنيا. فاعتقد النادي الاهلي يعني شويه ليه الملكه الافضليه في المباراه دي، خصوصا كمان النادي الاهلي دخل الميركاتو عامل ميركاتو كويس، جاب لعيبه كويسه، في حين الزمالك عنده مشكله. هكلمكم في موضوع الميركاتو، لانه الميركاتو ده مبرجل الناس شويه، في ناس تتبنى وجهه نظر انه الافضل نعتمد على الناس اللي عندها خبره في لقاءات اهلي والزمالك، وفي ناس بتقولك لا انا انزل بالجداد كمان، لانهم يمكن ما يكونوش قوي عندهم رهبه لقاءات القمه او الخضه بتاعت لقاءات القمه. ويمكن واحد من اصحاب الخبره في مواجهه الزمالك كابتن اشرف، انت لعبت يعني قدام الزمالك طبعا زمان كتير كتير اللقاءات دي كنت وكنت بتسجل وكنت هداف يعني كبير في ماتشات الزمالك. كلمنا عن انت استعدادك الشخصي، يعني انت كلاعب قبل ما اتكلم على الجهاز الفني بيحضركوا ازاي وكده، وانتوا كتيم بتشتغلوا ازاي، انت شخصيا كنت ازاي بتبص لماتش اهلي والزمالك وبتستعد ليه ازاي؟ مباراه فاصله هي بتفرق بشكل كبير جدا مع اللاعب، يعني احنا شفنا اسماء كتيره جدا
مباراه القمه فرقت من بين لاعب عادي لنجم الناس بترتبط بيه، ممكن يبقى لسه اول مره بيظهر. صحيح، يعني النهارده احنا بنتكلم على اسماء كتيره جدا، كابتن محمود خطيب مثلا، كابتن طاهر ابو زيد، كابتن ايمن شوقي، خالد بيبو، في اسماء طبعا ليها تاريخ كبير جدا جدا في مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر، ولكن مباراه القمه دايما او مباراه الاهلي والزمالك دايما بتدي نجوميه معينه مع الجماهير وبتفضل ذكرى مدى الحياه. اعتقد ان كل جماهير النادي الاهلي عمرها ما هتنسى نجوم القمه دي على مدار التاريخ يعني. فاعتقد ان مباراه القمه بالتاكيد ليها دور كبير جدا في لمعه النجم ده او ظهوره بشكل معين مع الجمهور، وبقاء تاريخه طبعا مدى الحياه يعني. استعدادات اللاعب بتفرق كتير جدا طبعا لمباراه الزمالك تحديدا مع الاهلي او الزمالك، ولكن مباراه القمه بتفرق. كان ليك طقوس يعني، كان ليك طريقه معينه شوف في ناس كتيره بتفرق معاها الطريقه يعني، في ناس يعني اعتقد الناس كتيره جدا عارفه مثلا ان واحد زي محمد بركات مثلا اي مباراه ايا كانت البطوله اللي بنشارك فيها، ايا كان اهميه الحدث ده او هيئه المباراه دي، ما بيفرقش مع حاجه، بيضحك بيهزر طول الوقت. في ناس كتيره جدا بالتنشن، والتنشنه دي تركيزها هو بيركز بالشكل ده، وفي ناس بتفقد التركيز نتيجه التنشنه والعصبيه دي. هي بتفرق من لاعب للاعب بالتاكيد يعني، ولكن كل واحد طبعا بيستعد بطريقته. في واحد بيحاول يهدى بقرايه القران، في واحد يهدى بالصلاه، في واحد بيهدى بالتركيز لوحده، يقعد لوحده، بيقعد مع زمايله. يعني هي بتفرق احيانا من لاعب للاعب، ولكن بالتاكيد مباراه القمه ليها طقوس معينه لكل لاعب لازم يستعد ليها بشكل معين. واعتقد حاله اللاعب في المباراه احمد بتفرق كتير جدا جدا طبعًا في نتيجه طبعًا المباراه. يعني كنا لسه هنتكلم بعد كده في مباراه الاهلي والزمالك القادمه ان شاء الله، حاله اللاعبين فنيا وذهنيا وبدنيا داخل المباراه هي اللي هتفرق في النتيجه، بغض النظر عن المباريات اللي فاتت وبغض النظر عن ادائهم خلال الموسم او خلال المباريات اللي فاتت. تمام. حالتهم الفنيه اللي هتفرق بشكل كبير جدا. طيب احنا يمكن كان شريف لسه جايب سيره الميركاتو، يعني احنا كتيبه الاهلي ما قبل الميركاتو كانت متفوقه على الزمالك في المواسم الاخيره بشكل كبير، حتى رغم فقداننا للقب الدوري، لكن انت في مواجهتك المباشره مع الزمالك قدرت انك انت تتفوق عليهم. هل مع الاضافات او حاله التدعيم اللي حصلت في 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 الميركاتو الصيفي ده معناه انه كفه الاهلي بقت برضو احنا كان في حسابات يعني، انا عارف ان الكلام ده كله في النهايه في 90 دقيقه ليها قصه ثانيه خالص وسيناريو ثاني خالص، بس احنا بنتكلم في الحسابات. ده معناه انه ترجيح لكفه النادي الاهلي اكتر؟ هل شايف انه مباراه زي دي تجازف بلاعيبه مش فاهمه او مش عارفه طبيعه المواجهه الكلاسيكيه بين اهلي وزمالك، زي بيرسي تاو سنه اولى قمه، زي حسام حسن، زي ميكسوني؟ انا عارف انك انت مراهن على حسام حسن الموسم ده ومتحمس له جدا، تراهن على اللعيبه دي في 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 المباراه بتاعت بعد بكره، ولا تروح للمضمون والناس اللي عندها خبره مواجهه نادي الزمالك، متعرفه على لعيبته وعارفه لعبت قدامهم في الملعب، رجلهم يعني في الملعب مع بعض، فعارفين اماكن الخطوره فيهم او مصادر الخطوره فين، ازاي يقدروا يتعاملوا معاهم، تلعب على المضمون زي ما بيقولوا؟ احنا عندنا جزئين في الموضوع ده. الجزء الاول ان احنا خرجنا من لود عالي قوي الموسم اللي فات، وحتى لما اتكلمنا في اول الموسم هنا قلنا النادي الاهلي لازم يدخل الخمسه الاجانب، لان الخمسه الاجانب هم اللي كويسين. بدر بنون الفتره اللي غابها عن نهايه الموسم بعد كده رجع، فكان عنده طاقه شويه لسه، الانرجي مكمله معاه. بنتكلم كمان على اليو ديانج، يعني الحمد لله يعني موضوع مختلف، وبنتكلم انت جبت اثنين اجانب جداد كان لازم ان انت تدخلهم في المجموعه علشان تحافظ مع علي معلول طبعا، بس علي معلول الجزء البدني ستيل فيه شويه مشاكل، بس الاثنين الاجانب بيرسي تاو وميكي الاثنين دخلوا اضافوا للفرقه طاقه كانت واضحه جدا في ماتش الاسماعيلي، والطاقه دي بتقل لما اللعيبه دي بتخرج في الدقيقه 60 او 70 في الماتشين اللي فاتوا. ده الجزء الاول. الجزء الثاني، لا بيرسي تاو مسجل في نهائي 2016 ماتش الثلاثه، هو اللي مسجل اعتقد الجول الثاني او الثالث، وميكي كمان لاعب افريقيا وسجل في النادي الاهلي في افريقيا، وكان عنده ريكورد كويس في ماتشات الدوري بتاعته، مسجل فيها وعامل اسيست كويس، ولاعب افريقيا واحتك افريقيا ولعب مع موسيماني مع سان داونز. انا ما عنديش بصراحه معلومه اكيده ان هو كان موجود في 2016 او لا. تمام. لان هو لعب سنه في سان داونز في نهائي افريقيا، لان هو لعب سنه وطلع اعاره بعدها مع سان داونز، فبحس انه لا مش باك ديل، خصوصا ان انت بتتكلم على بيرسي تاو نجم جاي من برايتون. اراهن عليهم 100%. بيرسي تاو جاي من برايتون، لاعب برايتون، لاعب في اندرلخت كسبان دوري بلجيكي، ولاعب احتك عمل فتره اعداد مع برايتون كانت كويسه،
لعب نص موسم في الدوري الانجليزي وعامل اسيست، فالخبرات هنا هتقول لا مش هقلق منه. بس المهم برضو عندي ستيل ماتش الزمالك او على الاقل العشر ماتشات الجايه للنادي الاهلي بعد التوقف، لازم طول الوقت الخمسه الاجانب موجودين في الملعب، علشان ده يديك مساحه ان انت تريح اللعيبه اللي انت عايز تكاونت عليها لنهايه الموسم. يعني نفس الكلام بالنسبه لان احنا بدانا ندخل في الروتيشن، يعني الناس شافت الماتشين اللي فاتوا قفشه بيخرج في اخر ربع ساعه، نفس الكلام بالنسبه لعمرو السوليه في المباراه الاولى اتغير، المباراه الثانيه كانت كريتيكال شويه فالراجل حافظ عليه في الملعب. فانت حتى اللعيبه اللي بذلت مجهود كبير انت محتاج ان انت تخرجها على الاقل في اخر ربع ساعه، عشان بنقول وطبعا الكابتن موجود معانا ويقدر يقول الكلام ده، لعيبي الكوره لما بيبقى فتره فيها لود عالي قوي هتيجي لحظه انت تحس فيها ان العضله خلاص مش قادره تشتغل. هي دي الربع ساعه الاخيره في كل ماتش اللي انت بتسحب فيها قفشه، بتسحب فيها السوليه، حاول تسحب فيها علي معلول، علشان تعمل بدل ما اللعيبه دي ما اخدتش راحات سلبيه بنعوضها براحات ايجابيه. فيجي بعد شهرين ثلاثه من ان انا اللاعب ده ما بديلوش اخر ربع ساعه اللي هو بيستهلك فيها العضله بتاعته فيبقى كويس، حافظ عليه بحافظ عليه، فاجي بعد شهرين ثلاثه ارجعه للفول انرجي بتاعته كانه هو لسه بادئ الموسم. فهي دي الحاله اللي انت المفروض تدخل بيها. عشان كده انا شايف ان ماتش الزمالك مع التوقف الدولي اللي جاي هيفرق شويه مع النادي الاهلي، النادي الاهلي يرجع بعد التوقف ده كويس، بس يا رب نقفل فايق اكتر يعني. ان شاء الله نقفل التوقف بتسعة بونت. لا اهم حاجه ان شاء الله. في اختلاف كبير بين الاهلي وموسم ده مع عن الموسم اللي فات يا كابتن اشرف، يعني من خلال الماتشين ثلاثه اللي احنا لعبناهم حاسس في فرق واضح في شكل واداء النادي الاهلي؟ لا في اختلاف كبير، في اختلاف كبير. مش في الشكل والاداء بس، يمكن بنسبه بسيطه في الشكل والاداء، ولكن في اختلاف كبير جدا جدا على مستوى اللاعبين وعلى مستوى الجهاز الفني. في ارتياحيه كبيره جدا، الموسم اللي فات كانت اصابه قفشه مثلا بتعمل مشكله كبيره جدا للنادي الاهلي، اصابه محمد شريف كانت بتعمل مشكله كبيره جدا للنادي الاهلي. النهارده انت عندك بدايل بتدي ارتياحيه للجهاز الفني بشكل كبير جدا. الروتيشن اللي اتكلم عنه شريف مهم جدا جدا في ارتياح في راحه بعض اللاعبين في المنافسه اثناء الموسم، ان الكل بيحافظ على لياقته البدنيه والذهنيه والفنيه داخل الملعب وداخل التدريب. انت عندك على الاقل 22 لاعب على الاقل بتعمل روتيشن، وبالتالي ال 22 لاعب دول دايما في جاهزيه. انت اي حد النهارده بيشارك حتى على دكة البدلاء في الماتشين اللي فاتوا شفنا قد ايه بينزلوا بيبذلوا المجهود الكبير جدا جدا عشان يبقى موجود كأساسي مع مستر موسيماني الفترة اللي جاية، وده بيدي الحقيقة ارتياحية كبيرة جدا للجهاز الفني. واعتقد ان مستر موسيماني ابتدى يشتغل شوية على الشكل والأداء اللي كلنا وجمهور النادي الأهلي متشوق ليه بقالنا فترات طويلة. اعتقد شفنا في المباراتين اللي فاتوا رغم بعض شوية سوء الأداء شوية في مباراة الأهلي، ولكن انت النهارده كل الفرق الدوري، واتكلمت انا وانت في الموضوع ده احمد قبل كده، انه النهارده اصبح ال 18 نادي يعني أندية قوية. أيوة. بتدعم بشكل كبير جدا، انت بتلاقي منافسين هذا الموسم، في منافسين كتير. ان شاء الله النادي الأهلي يقدر يتفوق في النهاية، ولكن في منافسه قويه جدا جدا هذا الموسم، وبالتالي انت كنت محتاج عدد كبير من اللاعبين المميزين اللي ما تحسش ان في فرق بين الاساسي والبديل، علشان يبقى عندك دايما روتيشن ودايما في استعداد انك تقدر تشارك في 3 4 5 بطولات خلال الموسم. وزي ما بقول دايما النادي الاهلي المحافظه على القمه محتاج دايما ان يبقى عندك عدد كبير من اللاعبين. الوفره دي تحديدا هي اللي محيره الجمهور شويه. يعني لما تيجي تتكلم مع الناس النهارده عن الزمالك تقدر تقول انه تقريبا كتاب مفتوح، يعني عارف الطريقه وعارف بنسبه 90% التشكيل اللي هيبتدي، لكن لما تيجي تتكلم على الاهلي الناس محتاره، ولغايه دلوقتي حتى مش بس عشان ماتش الزمالك، لغايه دلوقتي الناس محتاره في الدويتوهات. عارف دايما بيبقى في دويتوهات في ناحيه اليمين في ناحيه الشمال في نص الملعب، بلاي ميكر مع راس حربه، لسه مش لاقيين التوليفه اللي تقدر تراهن عليها بشكل كبير جدا. كل اللعيبه شفناهم وكلهم الحقيقه بما فيهم الصفقات الجديده مقدمين شكل كويس، يعني عمار ظهر وقت قليل بس عمل مردود كويس، احمد عبد القادر نفس الحكايه، بيرسي تاو ميكسوني، فالناس حيرانه شويه في الطريقه والتشكيل. خليني اتكلم مع حضراتكم بقى في ده، بس اسمحوا لنا نروح لتقرير وفاصل وبعد دي نرجع نتكلم في وجهه نظر كابتن اشرف ممدوح وشريف سالم في ازاي او ايه الطريقه اللي ممكن مستر موسيماني يستخدمها في مواجهه نادي الزمالك والتشكيل الامثل اللي عنده القدره على تطبيق الطريقه دي. مباراه مهمه للفريقين، وجهه نظر ان المباراه دي مش صعبه زي ما الناس ما بتقول، احنا لسه في بدايه الدوري، كل فريق ما لعبش غير مباراتين اثنين، الاهلي او الزمالك ما وصلوش لمستوى الفورمه العاليه اللي نقدر من خلالها نحكم على اداء الفريقين بشكل اكبر،
وبالتالي مباراة مختلفة يمكن عن مباراة قمة في سنوات سابقة. بنتكلم وقت قليل قوي من الدوري مر، فرصة الفريقين متاحة سواء للأهلي أو للزمالك لتحقيق المكسب، ولكن وجهة نظر ان الضغط اكبر على الاهلي. الاهلي عنده امور فنيه كتيره وعلاقه موسيماني سواء مع الاداره او مع الجماهير هيبقى مخلي الضغط كبير عليه، عكس الزمالك مع منع القيد لفترتين وما ضمش ولا لاعب في فتره الانتقالات الصيفيه. ده الامر ده مخلي لحد ما الضغوط اخف، الفريق هيأدي اللي عليه ويلعب، مش هيكون في حساب عسير اذا خسر الزمالك عكس في الاهلي. يعني لو نبص للمباراه اذا خسر الاهلي هتكون تبعيات الخساره دي كبيره جدا، على عكس من الزمالك صحيح هيكون في مشاكل لما يخسر ولكن مش هتكون مؤثرة بشكل كبير كما سيكون الحال عليه في النادي الأهلي إن خسر المباراة. المفترض الأهم الآن إن كل لاعب في الفريقين يعرف قيمة المباراة. إحنا في مسابقة جديدة أو وضع جديد بشكل جديد مع وجود رابطة الأندية المحترفة، علينا إن إحنا نعكس صورة كويسة جدا عن كرة القدم في مصر، صورة حضارية تليق بالوضع العام للبلد بشكل عام. بالتأكيد المباراة هتكون صعبة جدا للفرقتين، المباراة يصعب التكهن بهوية الفائز بيها. زي ما إحنا عارفين إن الأهلي قدر، الفرقتين قدروا ان هم يكسبوا المباراتين الاولانيين اليوم. الاهلي قدر يكسب الاسماعيلي والبنك الاهلي، والزمالك نفس الكلام قدر يكسب طلائع الجيش ويكسب انبي. كل فريق حقق انطلاقه مميزه دي في المسابقه الموسم ده، وكل فريق محقق العلامه الكامله 6 نقط. بيتطلع كل فريق دلوقتي ان هو يحصد 3 نقط بتوع مباراه القمه عشان تدي له قوه دفع كويسه جدا في المنافسه اللي على قمه الدوري. صحيح ان هي المباراه بدري لسه احنا في الاسبوع الثالث، لكن بالتاكيد الفوز في القمه بيعطي قوه دفع كبيره لاي فريق بيفوز على الثاني، لان ده يعتبر المنافس المباشر ليه. الاهلي اذا قدر ان هو يكسب اكيد بالنسبه له هيبقى قوه دفع كويسه جدا عشان خاطر يستعيد في حمله استعاده اللقب الغائب عنه الموسم الماضي واستعاده بطولته المفضله. نفس الكلام بالنسبه للزمالك، هيحاول ان هو برده يعوض المشاكل اللي هو كان بيعاني منها في فتره الانتقالات الصيفيه وحرمانه من القيد. مباراه قويه وغاية في الإثارة، لأن طبعا الزمالك حاصل على الدرع وعايز يحافظ عليه، وفي نفس الوقت عايز يكمل بنفس القوة. فهو طبعا لو كسب المباراة هيبقى دافع معنوي كبير جدا للزمالك. في نفس الوقت الأهلي طبعا عاوز يرجع للعرش بتاعه، خاصة هو متصدر الأرقام القياسية للبطولة 42 مرة طبعا، متفوقا على جميع فرق الدوري، وعايز طبعا يحافظ. كتير شايف ان طبعا الأهلي هيبقى قريب شوية من ناحية ان الاستقرار الإداري، وعلى العكس. وان كان طبعا هي ما فيهاش نقاط، احنا بنقول مجرد وجهات نظر. طبعا زي احنا عارفين موضوع الانتخابات ومين راح ورئيس النادي رجع، اكيد ده بيدخل اللاعبين طبعا في حاله تفكير، ويا ترى هيبقى دوره ايه، متواجد ولا لا. ده احنا ده على سبيل المثال، يعني ممكن يكون كل ده مش موجود على ارض الواقع، ولكن احنا بنتوقع ده. ده رأي بعض النقاد في المواجهة المنتظرة، وده يخليني أسأل أول حاجة الحقيقة قبل ما نخش في الأرقام والتشكيل والطريقة. كابتن أشرف، أجواء ما قبل المباراة، يعني الزمالك يمكن بيعاني من فترة من عدم استقرار مالي وإداري، وحسينا ده في لقطات كبيرة جدا. هل تشوف أنه قبل ماتش زي الأهلي والزمالك تأثر إلى حد ما على فرقة الكرة؟ على العكس، والنقيض الاهلي يمكن بيتمتع بحاله استقرار اداري ومالي كبيره جدا، فبتشوف تاثير الحاجات دي اجواء اللي بره الملعب بره الكوره على الفرقه. هو الطبيعي في العالم كله، يعني الاستقرار الاداري بيدي استقرار على المستوى الفني والنتائج في كل الفرق في العالم. الاستقرار الاداري والمالي بالتاكيد بيعمل حاله استقرار مميزه جدا للاجهزه الفنيه واللاعبين، مفيش في مشاكل ماليه، اللاعبين بتركز والاجهزه الفنيه بتركز بس في الملعب وفي الاداء وفي النتائج الموجوده. بالتاكيد نادي الزمالك تاثر، ولسه اعتقد كمان انه هيتاثر لان المشاكل لسه موجوده، بدليل ان النادي الاهلي الحمد لله مستمر على القمه لانه في الاستقرار اللي بنتكلم عنه ده، في الاستقرار الاداري الرائع جدا لمجلس الاداره بيوفره على مستوى الاداري في كل الاجهزه. يعني لو بنتكلم على مجلس الاداره بنتكلم على الجهاز الاداري للنادي الاهلي، بنتكلم على المشرفين على الكره، بنتكلم على لجنه الكره كمان، اللاعبين في تركيز كبير جدا جدا، اللي مركز بس
في الملعب في طريقه ادائه في النتائج اللي بيحققها، وبالتالي مستمر على القمه لان ما عندوش مشاكل في ده، وان شاء الله يستمر ده مع النادي الاهلي. وبالتالي كل الانديه الاخرى لو عندها الاستقرار ده اعتقد مش هيبقى فيه مشاكل. وخلي بالك الاستقرار ما بيبقاش بس مالي، لان في انديه في الدوري لا داعي لذكر الاسماء عندها الامكانيات مالي. الماديه، ولكن اداريا مش النظام اللي بنتكلم عنه او السيستم الموجود داخل النادي الاهلي اللي فيه احترافيه بشكل كبير جدا، لازم ده مع ده لازم ده يكمل ده. والجمهور والجمهور بالتاكيد طبعا. هي منظومه متكامله طبعا. يعني بالتاكيد طبعا. هي منظومه متكامله. طب يعني يمكن قبل ما نسمع راي النقاد تقرير على مشوار موسيماني في مواجهه الزمالك يا شريف، ويبدو انه راجل هو راجل حقيقه في كل المواجهات الكبرى بيقدم مردود يعني محترم جدا بصراحه، يعني ما بيغزلش الجمهور بيذاكر سواء في 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 كاس عالم انديه، سواء في بطوله افريقيا او بطولتين افريقيا، الوداد بره، الترجي بره، انا بكلمك على ماتشات كنا دايما جمهور اهلي بيبقى يعني شايل همها، بتروح بتلاقي نفسك بتقدم ولا اروع. الوداد في الرباط في كازابلانكا، الترجي في رادس، الزمالك في القضيه ممكن يعني في بره 3-0، وفيتا كلوب في النسخه اللي قبل اللي فاتت من افريقيا. فالراجل في المواجهات الكبرى حاضر، وارقامه مع الزمالك سواء في الفتره اللي تولى فيها مسؤوليه سان داونز وحقق لقب بطوله افريقيا مع سان داونز على حساب الزمالك او مع النادي الاهلي، بتقول انه الراجل ده متمكن جدا وحافظ جدا وعارف ازاي يلعب فريق الزمالك. هو موسيماني شاطر لما بيبقى عنده وقت، يعني هنلاحظ ان في كل مره موسيماني اخذ ايام كويسه قبل اي ماتش ذاكر كويس اشتغل كويس. انا سالت سؤال من فتره لحد يعني كان شغال في سان داونز او ستيل شغال في سان داونز، هو موسيماني كان معاه كام محلل اداء؟ كان معاه 4 في سان داونز. في النادي الاهلي معاه 2. فهي الفكره انه واضح ان الراجل بيعتمد بشكل كبير جدا على المذاكره، وواضح ان عدد الافراد بيفرق معاه. فدي نقطه بالنسبه لي مهمه. ماتش الزمالك او كل الماتشات الكبيره اللي موسيماني ذاكرها كويس قوي اشتغلها كويس قوي، ولو جينا بصينا هنلاقي مفيش ماتشات شبه بعض. يعني ماتش الترجي الشغل اللي عمله مثلا مع رامي ربيعه في الاوي سان داونز مش نفس الشغل اللي عمله مع حمدي في الاوي ترجي، مش نفس الشغل اللي اشتغله في مباراه مثلا النهائي القرن، مش نفس الشغل اللي اشتغله مع حسين وفي ماتش الوداد. فهنلاقي ان كل مباراه هو الراجل بيحط لها حاجه. ايوه. لما بياخد وقت. فواضح ان الوقت بيفرق معاه، وواضح ان ده كان اول تصريح ليه. الوقت في صالحه المره دي؟ المفروض ان عنده عدد ايام كفايه. أيوة. كابتن اشرف عملت حركه كده مش عارف دي مع ولا ضد. لا مع طبعا، مع الشريف جدا. ان انا وانت متفقين من زمان ان من وقت ما تولى موسيماني ان الميزه الكبيره جدا جدا عند موسيماني هي المذاكره. بيذاكر كويس قوي المنافس، وبيذاكر كويس قوي امكانيات لعيبته، يعرف يوظف لعيبته كويس جدا، وبالتالي يعني بتشوف طريقه لعب ممكن ما تقنعكش انت قوي كمشاهد او كمشجع للنادي الاهلي، ولكن هي دي الطريقه الوحيده اللي تقدر تكسب بيها وتفوز بيها المباراه دي. وبالتالي هو يعني شاطر جدا جدا في طريقه المذاكره، وحتى لو فاكر احنا شبهنا موسيماني شويه في الطريقه دي بكابتن جوهري الله يرحمه. انه بيقرا المنافس كويس قوي قوي، يدرسه كويس جدا جدا عشان يقدر يشتغل. طيب سريعا عليه. جدا طريقه وتشكيل، ابتدي بكابتن اشرف وبعد كده اجي لشريف عشان هنروح للجداول والمقارنات اللي انت عاملها. شايف انه الاقرب في التشكيل لو الشناوي سليم 100%، ولابد ان يكون صادق مع نفسه لان الشناوي مهم جدا جدا في الموسم ككل. أيوة. وبالتالي مهم جدا ان يبقى موجود في المباراه دي نفسيا وكامكانيات طبعا، وده ليس تقليلا من علي لطفي، ولكن الشناوي يعني امكانياته في هذه المباراه وثقته وثقه اللاعبين كمان فيه هتدي ارتياحيه كبيره جدا جدا للاعبين داخل الملعب. واحنا لسه كنا بنقول في الفاصل انه احلى ماتش عمله علي لطفي مع الزمالك كان ماتش الزمالك. صحيح. شايف انه 4 في خط الظهر، علي معلول، ايمن اشرف، بدر بنون، واكرم توفيق بالتاكيد. شايف ان البدايه لازم يكون حمدي فتحي موجود مع ديانج والسوليه، نلعب 4-3-3، شريف ومحمد شريف قدام بيرستاو، وامام شايف مش مكسوني، يعني شايف انه لويس مكسوني، مش شايف انه مكسوني، شايف انه بيرستاو او حسين الشحات او احمد عبد القادر، يعني شايف ان واحد من الاثنين دول، شايف الاثنين ماشيين كويس جدا جدا، واي حد منهم
ممكن يبقى افضل من مكسوني، شايف ان مكسوني كبديل يكون افضل في هذه المباراه من يبتدي اساسي. تمام شريف. انا شايف ان احنا غالبا هنستمر على نفس الطريقه مش هنغير. الطريقه دي عالجت شويه مشاكل من اللي كنا بنتكلم فيها الموسم اللي فات. الثلاثه فارقين مع الاهلي، الثلاثه الفلات فارقين. النادي الاهلي ما بيلعبش بليبرو، عشان في ناس قالت النادي الاهلي ما بيلعبش بليبرو. هو بس لما حمدي كان بيرجع ورا وبيضم على 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 بدر ايمن وبدر كانت الناس بتحس ان الاهلي بيلعب بثلاثه ورا منهم واحد. لا هو كان بيعمل كفرج لانه يعني انا سمعت في وكان ايمن ساعات بيزيد، يعني كان ايمن بيزيد مع معلول ومع لا هو احنا عاملين ثلاثه فلات يعني. طبعا. عشان الناس اللي قالت ان هو لا مفيش ليبرو، ليبرو وظايف مختلفه، وكلمه ليبرو اصلا دي كلمه طليانيه معناها حر. أوكي. فهو مش بيلعب حر، هو ده واضح يعني. فالثلاثه الفلات في نقطه مهمه جدا عند موسيماني هو كان بيحاول يدور عليها من الموسم اللي فات، كان بيحاول دايما يخلق الطريقه اللي يلاقي فيها سوليا وحمدي وديانج. يعني يحط الثلاثه دول ويبني عليهم الطريقه اللي هيلعب بيها. هو دايما كان بيدور على ده، حتى لما كان بيلعب 4 3 3 كان دايما بيحط الثلاثه دول مع بعض. الناس كلها كانت بتستغرب، مع ان في الوضع ده انت المفروض يعني قفشه في الجناح هيديني 60 70% من طاقته، لا انا هحطه دبل 8 مع السولية، او يعني هقول له بس يعني العب 10 بس ارجع مع السولية شويه. ده كان انسب، لكن لا هو برده الراجل كان بيدور على الثلاثه. تمام. دلوقتي الراجل بقى لا ده خلاص في 3 4 3 بقى امر واقع، بقى امر واقع. فخلاص لا ده لا لا محافظ على الثلاثه. شايف انه مكمل عليها الموسم ده كله ولا بس في ماتشات ال اعتقد في مباريات ماتشات اعتقد هيكمل عليها طول الموسم، لان انا رجعت لقيت ان الفيفوريت بتاع الراجل مع سان داونز 3 4 3 ده الفيفوريت بتاعه. أيوة. فهو لقى ضليته في الطريقه دي في ان يحافظ على جوده الثلاثه في الملعب. تمام. اي حد حوالين الثلاثه بالنسبه له اعتقد باستثناء افشا وتاو هو اي حد ممكن يتشال ويتحط انكلودد بالنسبه كمان ل... يعني انت متفق مع كابتن اشرف في متفق مع في كابتن الطريق. اشرف في الطريقه. اما بالنسبه للاعبين انا هختلف بس في نقطه بسيطه، انه انا حاسس ان ميكي لازال محتاج وقت، ف مش هيبقى موجود ده اعتقادي في القمه، بس اعتقادي اللي هيبقى موجود هيبقى محمد شريف، وهنشوف النسخه الافضل من تاو لو لعب جناح يمين، وهنشوف النسخه الافضل من محمد مجدي قفشه لو لعب جناح شمال، علشان علي معلول طول الوقت بيبقى واقف فوق مع الباك. ايوه. فده هيدي مساحه لمحمد مجدي قفشه ان هو طول الوقت يقدر ياخد الخطوتين ثلاثه اللي جوه اللي بيفرقوا معاه وبيخلوا شكله فنيا احسن. ده الطريقه المتوقعه من وجهه نظركم او الانسب من وجهه نظركم. لو انا عايز منكم كل واحد بسرعه جدا بس يقول لي لا انا عايز اعمل مفاجاه من العيار الثقيل، مفاجاه للخصم ومفاجاه لجمهور النادي الاهلي، ايه المفاجاه ممكن تكون في توظيف لاعب في اسم لاعب يشارك في المباراه دي؟ كابتن اشرف ايه المفاجاه اللي ممكن تبقى غير متوقعه؟ يعني انا شايف انه وجود بيرس تاو في مباراه زي دي اعتقد انها ممكن تبقى مفاجاه لنادي الزمالك، امكانياته لسه مش كلها ظهرت. فاعتقد انه هنشوف ان شاء الله في المباراه دي بيرس تاو بشكل مختلف. تمام. فاعتقد ان دي ممكن تبقى مفاجاه يعني. شريف لو هتعمل مفاجاه يعني بعيدا عن المتوقع والمنطقي والانسب انا هنروح لبعيد كده، ايه ممكن تكون المفاجاه اللي ما حدش ممكن يبقى متوقع، لا الخصم ولا الجمهور بتاعك انت شخصيا؟ حسام حسن بيحب جول حسام حسن عشان بيحب جول حسام حسن. بيحب جول الزمالك. طيب وانت بتتكلم على الثلاثه انت مجهزينها يمكن مقارنه بين حمدي والسولية، نشوف هي مش مقارنه قوي يعني مش على قد ما هي بس شويه ارقام كده كانت بالنسبه لي ارقام مميزه قوي. ماتش البنك الاهلي ماتش البنك الاهلي النادي الاهلي في حمدي السولية وفي عمرو السولية كل لاعب قطع الكره 21 مره، وده رقم جيد جدا بالنسبه للاعيبه يعني بتلعب في نص الملعب او بتلعب ثالث في خط الدفاع. ايوه. حمدي فتحي عامل رقم مميز قوي هو وعمرو السولية برده في المباراه دي، ما بيتكررش كتير. فتحي عامل 5 تاكلينج 3 صح، عمرو السولية عامل 7 صح. فده طبعا رقم مميز جدا بالنسبه لعمرو، غالبا ما بيحصلش كتير على مدار الموسم. ايوه. حمدي فتحي عامل 5 تصويبات 4 منهم صح، عمل واحده في اخر الماتش حلوه قوي 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 يعني يعني مطلوب يعملها كتير بصراحه. في سنس يعني بصرف النظر عن القوه والدقه، في سنس بيبقى مش موجود عند كتير من اللعيبه. لا حمدي عنده السنس، رجله هو ده الاداء الذهني اللي دايما بنتكلم عنه. يبقى في لاعب عنده تركيز بشكل كبير جدا جدا لاخر ثانيه في المباراه. أيوة. حمدي من الناس يعني الكره دي لو راحت هتبقى واحد من اجمل الاهداف اللي احرزها النادي الاهلي. طيب بالنسبه لعمرو السولية صوب تصويبتين، واحده منهم صح اللي هي بتاع الهدف،
دي اللي عمل عليها الفولو محمد شريف. شريف وسجل، والكرات الطويله عمرو السوليه برضو عنده رقم كويس، عامل 4 منهم 3 صح. وفي الاخر اعتقد بالنسبه للالتحامات الهوائيه دي حاجه مميزه جدا، لان الزمالك واحده من الفرق المميزه جدا جدا في العاب الهواء جدا. فحمدي فتحي عامل 4 التحام هوائي كسب منهم 3، تمام، فده برضو رقم جيد جدا وهيفرق مع النادي الاهلي في الالتحامات الهوائيه. فدي بالنسبه للارقام اللي هي تخص حمدي فتحي وعمرو السوليه. تمام، نروح بعد كده للارقام المرتبطه بالفريق ككل. تمام، الارقام المرتبطه بالفريق ككل بالنسبه لايه؟ بالنسبه لمكسل التمرير، التمرير الصحيح. طيب، النادي الاهلي اكتر فرقه في الدوري عملت تمريرات، عامله 935 تمريره بنسبه 84% صح، ونسبه النادي الاهلي في الموسم اللي فات كله كانت 85.5. تمام، يعني احنا في نفس الرينج تقريبا. بيراميدز مع تاني فريق مع كابتن ايهاب جلال طبعا والشكل الجديد، عامل 911 تمريره تقريبا زي النادي الاهلي 84%، ايوه تقريبا نفس عدد التمريرات ونفس الدقه. الزمالك عامل 886 تمريره، يعني تقريبا ما يكملش 100 تمريره اقل، بس نسبه التمرير بتاعته 86% دقه فيها اعلى. تمام، تصويب دقه التصويب النادي الاهلي مع الاتحاد مع الزمالك، الاهلي والاتحاد عاملين 13، الزمالك عامل 11، وبرده تقريبا نفس النسب 46 و45%، تقريبا كلها نفس النسب. ورقم الزمالك بالنسبه لي رقم مهم، لان النادي الزمالك عنده من ال 11 التصويبه دول عنده 7 تصويبات من بره منطقه الجزاء، فده رقم بالنسبه لي مهم. ده بالنسبه لارقام التصويب. في اخر ارقام بس اللي هي تخص الاتحاد والزمالك وفرقه الجيش، شويه حاجات كده برده بسيطه. يعني الاتحاد عامل الاتحاد والاهلي والزمالك، برضو الاتحاد داخل مع الاهلي والزمالك اكتر فرقتين في الدوري عملوا فرص قبل للتسجيل، صنعوا فرص قابله للتسجيل، او مش بيج تشانس، ما نقدرش نحسبها بيج تشانس، بس بتدخل مع الفرص القابله للتسجيل. رقم 14، الاتحاد 15، الاهلي والزمالك 14. الزمالك اكتر فريق، وده رقم الاتحاد ارقامه حلوه يعني، مش جدا ارقامه يعني حلوه، وكمان عدد الاهداف اللي احرزها كمان كويس قويه جدا. تمام، الزمالك بقى هو ده الرقم اللي الزمالك مميز فيه قوي ولازم نقف عنده، ان الزمالك عمل 48 مراوغه ناجحه بنسبه 68%، يعني رقم المراوغات ده هو اكبر من كده. تمام، الناجح هو 48 مراوغه تقريبا بمعدل 24 في اللقاء، وده رقم كبير ولازم النادي الاهلي يخلي باله من الرقم ده. طيب، ده يخليني اروح لفكره مصادر الخطوره. يعني انت بس مش بتشتغل في ماتش من وده يا كابتن اشرف، انت مش بس بتشتغل على دماغك وخطتك وامكانيات لعيبتك، لكن انت كمان بتدرس المنافس. ازاي شايف فريق الزمالك، وان كان هو كتاب مفتوح ممكن طريقته تشكيل اللي هيخوض بيه مستر كارتيرون المواجهه تكون معروفه للناس كلها، لكن بالتاكيد في مصادر خطوره عليك انك انت تتعامل معاها وتوقفها. بالنسبه لكابتن اشرف، شايف ايه هي مصادر الخطوره في الزمالك ونشتغل عليها ازاي؟ الخط الهجومي نادي الزمالك، خط هجومي نادي الزمالك والكرات العرضيه، يعني تحديدا يمكن اعتقد اتفقنا انا والشريف على الكرات العرضيه، انه نادي الزمالك في الكرات العاليه تحديدا سواء دفاعا او هجوما مميز جدا. الخط الهجومي نادي الزمالك فيه تنوع، ودي اللي يعني دي اللي تقلق شويه، انه في اختراقات وفي مهارات كبيره جدا عند لعيبته، سواء زيزو او بن شرقي او حتى لو لعب مصطفى فتحي او اوباما، الاثنين يعني الثلاثه اللي تحت الفيرود عندهم الامكانيات المهاريه دي، وبيقدروا زي ما قال شريف انه عندهم نسبه مراوغه كبيره جدا جدا. التصويب كمان، يعني انا شايف خط الهجوم نادي الزمالك خط يقلق، وبالتالي انت محتاج، ده اللي بنقول عليه، انت محتاج الثلاثة الفلات اللي اتكلمنا عليهم، ان لازم حمدي يبقى موجود عشان يقدر يقفل مع الأربعة اللي تحت، ومع ديانج ومع السولية، وانا شايف ان السولية او ديانج او حتى حمدي فتحي بيبقى عندهم القدرة البدنية انهم يكملوا مع الخط الهجومي. يمكن انا قلت مع بيرس تاو وشريف ممكن يبقى موجود ابراهيم احمد عبد القادر او حسين شحات، لا قفشه، انا اقصد قفشه كمان هو اللي يبقى موجود ويبقى البديل، يعني موجود بقى عندك بدائل كتير، احمد عبد القادر او حسين شحات او مكسوني، فاعتقد ان عندك بدائل كتيره جدا، ولكن ان خط الهجوم نادي الزمالك والكرات العرضيه والتصويب من بره كلها مميزه في المباريات اللي فاتت لنادي الزمالك، وبالتالي اعتقد بشكل كبير جدا مستر موسيماني هيلعب على ده. كارتيرون موسيماني، المواجهه الفنيه، متوقع انها تبقى متحفظه؟ متوقع انها مباراه تبقى مقفوله
تكتيكيا ولا متوقع انه الاثنين يفتحوا؟ انا اعتقد ان بدايه المباراه هنشوف شكل مختلف لان في امكانيات كبيره جدا للاعبين داخل الملعب سواء الاهلي او الزمالك، وبالتالي انت مش محتاج تتحفظ، انت هتتحفظ لما يكون يعني مش عارف الفريق اللي قدامك، مش عارف امكانياته هيلعب ازاي، ولكن الطريقه اللي موجوده وبيلعب بيها سواء مستر موسيماني او كارتيرون سواء اتغير يعني حتى لو اتغيرت او اتغير الافراد اللي موجودين اعتقد الشكل معروف وطريقه الاداء معروفه، وبالتالي ما اعتقد مش هيبقى فيه التحفظ اللي موجود في كل المباريات دي. عايز اسالك على الثغرات بقى او نقاط الضعف اللي ممكن لمهاجمي الاهلي استغلالها في نادي الزمالك يا شريف. في بالنسبه لي اهم ثغره واكبر ثغره موجوده في الزمالك موجوده في الماتشين بشكل كبير جدا هي المساحه اللي موجوده الدوري اللي لعبوهم يعني الدوري. المساحه اللي موجوده ما بين امام عاشور و وطارق حامد مساحه كبيره جدا، اوقات بتوصل 15 و20 متر، اوقات في هجمات طارق حامد بيبقى بيدافع في 20 متر طول وعرض. ده بالنسبه لي نقطه مهمه جدا لازم الاهلي يشتغل عليها. النقطه الثانيه المساحه اللي موجوده ما بين الونش والباك ليفت دي برده بالنسبه لي مساحه كبيره جدا لازم النادي الاهلي يشتغل عليها بشكل كويس. في نقطه سلبيه عند فرقه الزمالك، اطول هجمه في الدوري لحد دلوقتي كانت في مباراه الجيش والزمالك. الهجمه دي كان مدتها دقيقتين و15 ثانيه وفرقه الجيش عملت 3 ريباوند. يعني الكره بتتشاط على المرمى بترجع الكره اللي بترتد فرقه الجيش هي اللي بتاخدها. الكره دي اتكررت كتير جدا مع نادي الزمالك، فبالنسبه لي الكره الثانيه في ماتش الزمالك مهمه جدا جدا، يعني مهمه بشكل كبير جدا. النادي الاهلي لازم كل كره ثانيه بعد اي هجمه النادي الاهلي يشتغلها لازم يشتغل عليها. في نقطه بقى مهمه بالنسبه لي نحاول لو قدرنا نعمل كده، يعني لو الكوتش اشتغل على الموضوع العرضيات بتاعتنا ما تبقاش لجوه المنطقه. دايما فرقه الزمالك عندها مساحه ما بين الاثنين المدافعين وطارق حامد وامام عاشور، المساحه دي يعني اي لاعب شوتر كويس قوي يقدر يخش في المكان ده يقدر يسجل. تمام. فبالنسبه لي طارق حامد على قد ما هو لاعب منتخب ولاعب دولي ولاعب كبير، لكن امام عاشور عامل له مشكله كبيره. سنس المهاجم بقى، نصيحتك لمهاجمي النادي الاهلي بما انك انت هدف وهدفت كتير في الزمالك، النصيحه وواقع يعني رؤيتك ل دفاع منظومه الدفاع في الزمالك، ايه النصيحه اللي توجهها بكره لمهاجمي النادي الاهلي وخصوصا راس الحربه سواء ابتدينا بشريف او بحسام محدش عارف؟ يعني عدم الاستسلام للرقابه لان الونش مميز في الرقابه خاصه الرقابه اللصيقه القريبه دي، لازم يكون في مساحه شويه. الحقيقه شوف متالق جدا الموسم اللي فات وحتى في مباراه الزمالك شفناه ازاي بيتحرك لتحت شويه علشان او للجنب هنا وهنا عشان ما يبقاش في الرقابه اللصيقه دي من الونش. اعتقد انه محمود علاء شويه في الفترات اللي فاتت صحيح فايق شويه، ولكن المراوغات والسرعه هتفرق كتير جدا. عشان كده بقول لك ان بيرستاو ممكن بشكل كبير جدا في الفجوه اللي موجوده ما بين ابو الفتوح وما بين خط ظهر نادي الزمالك، المساحه دي اللي موجوده يستغلها بشكل كبير. السرعات هتفرق كتير جدا جدا، والتصويب كمان النادي الاهلي ان شاء الله هيفرق كتير جدا في هذه المباراه. كل التوفيق لرجاله الاهلي وامنا كبير جدا فيكم، تقدموا لنا عرض اولا يطمنا على شكل الأهلي في الموسم الجديد ويعطل الزمالك المنافس الرئيسي ويحرمه من 3 نقاط مهمة قبل للأسف الشديد، يعني وإن كنا الحقيقة هنبقى سعداء بمنتخب مصر وهو بيكمل مشواره في تصفيات كأس العالم، لكن المسابقة هتتوقف لغاية لما ترجع مرة تانية. فمهم جدا قبل التوقف ده تبقى قافل مشوارك وأنت في أعلى حالتك المعنوية. بشكر ضيوفنا النهاردة في سادسها كابتن أشرف ممدوح النجم اللي بيشرفنا دايما، بشكرك كابتن اشرف اسمعتنا ونورتنا. التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله في المباراه القادمه، وبشكرك جدا وسعيد بوجود شريف معنا. وبشكر طبعا المحلل الفني شريف سالم اللي بيسعدنا دايما بارقامه ومقارناته وملاحظاته الدقيقه جدا، وبتمنى تكونوا استمتعتوا بلقائنا بيهم النهارده. بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا. وبشكر حضراتكم على المتابعه، وباذن الله ان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده الاسبوع الجاي، ويكون بدايه اسبوع جديد نبقى فرحانين فيه ان شاء الله باذن الله بتالق نجومنا في الملعب. كل التوفيق لرجاله الاهلي، اشوف حضراتكم في السادسه حلقه جديده، تحياتي لكم.